سلام بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لاول مره كيشوف القناه ديالي شارك وفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. مرحبا بكم على الصفحه ديالي في انستغرام، مرحبا بالاسئله ديالكم. كيف ما شفتوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم اللبسات اللي خديت لبنتي. كيف ما شفتوا معايا من واحد الموقع، غادي تشوفوهم معايا ان شاء الله، وغادي تقولوا لي في التعليق كيف جاوكم، واش عجبوكم، كيف عجبوني، وندوزوا على بركه الله باش تشوفوهم. هنا حبيباتي كيف ما شفتوا معايا اول لبسه اللي خديتها لبنتي لعيد ميلادها، اللي اللبسه اللي رائعه، لبسه الحفلات يعني العراس العيد ميلاد، مهم لبسه ديال الحفلات اللي طوب البنات، اللي شي حاجه رائعه كيف ما غادي تشوفوا معايا. وان شاء الله من بعد ما غادي تشوفوها غادي نلبسها لبنتي وغادي تشوفوها وهي لابساها، يعني لبسه اللي شنقول لكم البنات، لبسه اللي زوينه اللي عجبتني انا، حمقاتني هاد اللبسه، وبغيت باش نشاركهم معكم وتشوفوهم يعني كيف ما كتشوفوا اللبسه اللي انا جالسه في الدار وخديتها، يعني وصلتني حتى لباب الدار. كيف ما كتشوفوا معايا هنا عند هذاك السدير راه مطروز وعاد منبت بهذوك الحجيرات كيف ما شفتوا معايا، عند هذيك السمطه القدام كيف ما شفتوا معايا يعني حتى هي مطروزه، وعاد كتجي معاها هذه الوريده. هذه الوريده هذه ديال اللور، غادي نوريها لكم هذيك الساعه، انا هنا درتها القدام ولكن لا هي ديال اللور كيف ما غادي تشوفوا معايا. من بعد ما غادي تلبسها هيبه ان شاء الله وغادي تشوفوها، وعندها هذاك القدام ديالها يعني واصل عند الرجلين، ولكن عندها اللور طويل كيف ما كتشوفوا معايا، يعني مي كتلبسها البنت يعني على حساب العمر كتم غادا اللبسه يعني مجروره من اللور. غادي تشوفوها ان شاء الله مي غتلبسها هيبه هانتوما كيف ما شفتوا معايا. الحت ديالها كيف ما كتشوفوا معايا راه مطرز حتى هو هانتوما، يعني هي كاينين في الالوان، في الالوان يعني كما بغيتوا اللون راه كاين. انا خديتها ليها على حساب هي بغات هذا اللون كيف ما كتشوفوا معايا، واحد الغوز او فانيدي اللي مبرد. هنا كيف ما شفتوا معايا ها هي من بعد ما لبستها هيبه كيف ما كتشوفوا، يعني راه كتاخذوا
على حسب العمر، يعني إذا كانت البنت عندها 10 سنين يعني من الأحسن تاخذوا لها 12 عام ولا 13 عام. كيف ما شفتوا معايا أنا بنتي راه خديتها لها كبيرة، باش عاد تجي مزيانة كيف ما كتشوفوا، وعاد تجيها طويلة، يعني ما تجيهاش ما قدهاش عاوتاني ونوليو عاوتاني كنبدلو هكا. خدو من الاول، خدوهم كبار حتى الا كانوا عراض، يعني تقدوهم من الجنيبات. انا جات واحد شويه عريضه ولكن غادي نقادها لها من الجنيبات، ماشي مشكل كيف ما كتشوفوا معايا، ولا غير تتزيروها من اللور. ها انتما كيف ما كتشوفوا عندها واحد الشبيكه من اللور من عند الكتفات، وعندها داك الظهير شويه عريان. هنا كيف ما كتشوفوا راه لصقت لها ديك الوريده ديالها، كتجي رائعه البنات، كتجي زوينه في اللبسه. شي حاجه اللي طوبه البنات. هنا كيف ما كتشوفوها هو الصدر من بعد ما قربته لكم، يعني داك مطرز، وكيف ما كتشوفوا راه فيه تلباس او تلابس يعني ديالو، يعني مغطي الصدير، وعنده هذيك الطرزه هكاك، وعنده دوك الاحجار اللي رائعه كيف ما كتشوفوا معايا. ها انتما هنا من بعد ما حطيتها كيف ما كتشوفوا داك اللور ديالها، واعره البنات، واعره واعره، انا عجبتني في الحقيقه. هنا حبيباتي غادي نشارك معكم اللبسه الثانيه. هنا البنات اللبسه الثانيه كيف ما شفتوا معايا في الصفر والكحل، كيف ما كتشوفوا معايا رائع البنات. هذا اللون هذا راه كيجي زوين البنات، ويعني كما كانت البشره، كما كانت البشره، يعني كما كان اللون ديال البشره تيجي مع هذا الصفر هذا والكحل. كيف ما كتشوفوا حتى هي عندها تلابس ديالها من التحت، وعاد عندها الشبكه كيف ما كتشوفوا، هذيك الكحله اللي مطروزه، وعندها واحد الطرزه في الصدير. ها نتوما كيف ما كتشوفوا عندها واحد جوج الوريدات، اللي وحده في الكتف وعاد الاخرى في كيف ما كتشوفوا معايا في الحزام، يعني عندها السنسله اللور كيف ما كتشوفوا. زوينه البنات، زوينه زوينه زوينه. هنا كيف ما كتشوفوا غادي نوريها لكم ان شاء الله، حتى هي غادي تلبسها هيبه، وغادي تشوفوها مني كتلبس كيفاش كتكون. هنا البنات راه هاد اللبسات ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا، كنوريكم الدخل ديالها، يعني عندها الاول والثاني، وعاد عندها الثالث كيف ما كتشوفوا معايا. يعني هذاك تلبس الاول لاصقه فيه واحد الشبكه باش كتبان اللبسه منفوخه من التحت ديالها، وعاد راه كيتباعوا واحد الصيات، عاد ناخذهم انا لبنتي واحد الصاي اللي كتلبس من التحت، يعني هي غير شبكه ولا غير داك الثوب اللي كيف ما شفتوا معايا بحال ديال التلباس، ولكن عنده واحد العيبات اللي كيخليو اللبسه واقفه. غادي حتى هو ناخذوا البنتين ان شاء الله اللي غتبقى تلبسوا مع هاد اللبسات هادو، وغادي نشاركوا معكم اللبسه اللي زوينه البنات. كي قلت لكم لبسه يعني ديال الحفلات، مناسبه ولا هكا، يعني شي حاجه اللي طوب. هنا كيف ما كتشوفوا حتى الصدر ديالها، يعني الظهير ديالها حتى هو راه ملبس، ولا كتشوفوا داك الثوب من برا، يعني من الداخل عنده واحد الثوب بارد زوين البنات. هنا كيف ما كتشوفوها هي من بعد ما لبستها هيبه. هنا البنات واحد المعلومه، انا رختهم ديال 16 عام. 16 عام علاش خديتهم لبنتي 16 عام وهي عندها 12 عام؟ مي كنقول انا اللهم يكونوا كبار، ولا عراض نقادهم ليها من جناب، ولا نجيبهم صغارين. كيف ما كتشوفوا معايا ديما تاخذوا كبر من العمر ديال ولادكم.
كيف ما كتشوفوا عندها واحد الحزيه من اللور هانتوما. زوينه البنات زوينه، اللبسه ديالها حتى هي زوينه كما كتبان لكم، يعني ديك اللبسه كتبان منفوخه لان عندها الثوب. كيف ما كتشوفوا معايا يعني الثوب كثير، ولا كي كنقولوا لي حنا مكرش يعني كتبان كتبان عريضه وعادي. الا درتو معاها ديك الصايط اللي قلت لكم عاود كتبان لكم اللبسه واقفه. هنا اللبسه الاخيره، اللبسه اللي في الاحمر اللي كيحمق هاد اللون البنات انا عزيزه عليا كيف ما كتشوفوا معايا. اللبسه اللي في الاحمر منبته من صدر بالحجيرات، وعندها واحد كيف ما كتشوفوا معايا عندها حتى هي التلباس ديالها كيف ما كتشوفوا، وعندها واحد سينتا او ما عرفتش شنو كيقولوا ليها هاد هاد اللعيبه هادي اللي مطرزه من التحت كيف ما كتشوفوا معايا، طريزه من التحت اللي في اللون الاسود او اللون الكحل، وعندها واحد الحزيه حتى هو اللي في اللون الكحل، وعندها واحد الوريضه كيف ما كتشوفوا معايا اللي كتلصقوها فين ما بغيتوا يعني اللور ولا القدام كتجي زوينه، ولكن من الاحسن تكون اللور كتعطي واحد الديكور رائع للبسه. ملي كتكون غادي البنيه كتكون عندها اللبسه زوينه من اللور ديالها فيها هذيك الوريضه. كيف ما كتشوفوا معايا هذيك الطريزه عاود ثاني كاينه في الحزام، يعني كاينه في اللور كيف ما كتشوفوا، وعندها واحد ها انتما كيف ما كتشوفوا يعني عندها واحد الاحجار في هذاك السدير في الحزام ديالها، وعاد في السدير عاوتاني كيف ما كتشوفوا راه فيه هذوك الاحجار الصغيورين. شي حاجه اللي زوينه البنات، ان شاء الله الى عجبوكم غتلقاو الروابط ديالهم في صندوق الوصف، دخلوا تشوفوهم. طبعا اللي بغاهم راهم زوينين البنات.